كنت بتكلم على رحلة حلم، يعني رحلة 8 شهور من 27/11/2020، اليوم اللي توج فيه النادي الأهلي بالنجمة التاسعة، وصولا ل 17/7 إن شاء الله بإذن الله المحطة الأخيرة في مشوار تحقيق النجمة العاشرة. 8 شهور عاشهم جماهير النادي الأهلي كأجمل ما يكون، بطولات وإنجازات، دوري، كاس، دوري أبطال، بطولة كونفدرالية، بطولة سوبر أفريقيا، مشاركة في كأس عالم الأندية، ووصول في خلال 8 شهور لنهائي دوري الابطال. ازاي بتشوف الرحله دي يا كابتن احمد؟ يمكن في البدايه لو نادي غير النادي الاهلي نقول انجاز، لكن ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، يمكن في الشرق الاوسط، ومن اكبر الانديه العالميه كمان. فانجاز طبعا انجاز، لكن ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي اللي كل جمهور النادي الاهلي مستنيه كده. ده الطبيعي انه يبقى كل فاينل بتلاقي النادي الاهلي لازم يكون موجود رقم واحد او الفرقه الاساسيه في الفاينل في اي بطوله، اي بطوله قاريه او حتى في البطولات المحليه. يمكن الحلم ده زي ما انت بتقول موجود، وبالاخص للعيبه دي من بعد ما حققوا البطوله التاسعه وراحوا كاس العالم للانديه وشافوا الاجواء وحققوا مركز البرونزيه اللي كان يمكن 2006 ما اتحققش. كل ده يمكن حتى انت لو رجعت كل تصريحات اللعيبه والجهاز الفني وهم في كاس العالم للانديه، كل التصريحات بتقول لازم ناخد البطوله العاشره عشان نكون موجودين في كاس العالم تاني. صحيح. فالحلم بدا من هنا، او التركيز والترتيب بدا من هنا. طبعا من على راس الترتيب والنظام كله مجلس اداره، وفارق معانا قوي ان مجلس اداره قروي بالشكل الطبيعي والتقليدي بتاعنا احنا بنقوله. فارق معانا كتير جدا كابتن محمود الخطيب طبعا، وكل الاعضاء اللي موجودين طبعا بلجنه التخطيط كلها، برضو لعيبه كوره. كل الحاجات دي مش سهله، مش سهل جدا ان انت يبقى 90% من او 70 80% من مجلس اداره يبقى كله، او على راس القياده للمجلس الاداره كابتن خطيب نجم كبير طبعا، وعلامه من علامات الكره العالميه كمان، ما اقدرش اقول افريقيه بس، يبقى موجود على راس القياده. فارق معانا كتير جدا الترتيب، بانه في وقت معين، وقت كان مهم جدا، اختيار مدير فني عنده الخبره. ده في النسخه التاسعه طبعا. يعني انا بكلمك على الترتيب من البدايه. يعني انت ما تبصش للجزء ده دلوقتي، يمكن كل الناس، ما انت طبيعي لما فكرت في موسيماني ما كانش بس عشان يجيب البطوله افريقيا ويقول سلام عليكم، يكمل بطوله كان يكون واصلين فيها تقريبا للدور اللي قبل النهائي ويكمل فيها. لكن الترتيب او الفكر ما كانش كده خالص، الفكر بالعكس، انت جاي بتكمل جيل بيكمل جيل، جهاز فني. يمكن كل الناس كان عندها مخاوف كتيره جدا من اختيار المجلس اداره لمستر موسيماني، لكن بالعكس اداء ونتائج. يمكن تتكلم تقريبا في الثمان شهور او العشر شهور اللي موجود فيهم، او بتقول موسمين خسارتين او ثلاثه تقريبا منهم بايرن ميونخ، فنتائج ولا اروع من كده. يبقى حقق بطوله برونزيه كاس عالم سوبر، والنهارده موجود في النهائي. صحيح. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب في فروق